أقر البرلمان الألماني بأغلبية 382 صوتاً مشروع قانون الائتلاف الحكومي للجنسية، والذي يشمل تعديلات ستسهل الحصول عليها. لكن خبراء يتوقعون حدوث مشكلات سترافق تطبيقه. فكيف سينعكس القانون الجديد على السوريين المقيمين في ألمانيا؟ نتابع في تقرير بشير أحمد. أخيراً وبعد عامين على تشكيلها، أوفت الحكومة الألمانية بأحد أهم وعودها الانتخابية، وأقر البرلمان مشروع قانونها للجنسية الذي يخفض شرط مدة الإقامة إلى 5 سنوات بدلاً من 8، وإلى 3 في شروط اندماج خاصة، ويسمح بازدواجية الجنسية، ويقدم تسهيلات أخرى تشمل كبار السن من العمال الضيوف والمواليد الجدد في ألمانيا، مع الإبقاء على الشروط الأمنية والاقتصادية والثقافية كما هي، والتشديد على رفض كل أشكال معاداة السامية والتطرف والعنصرية والتمييز. لطالما كان تسهيل حصول الناس الذين يعيشون في ألمانيا على الجنسية مطلبا لنا كيسار، تحقيق ذلك أمر جيد، لكن بالمقابل نحن ننتقد السياق، فقد ربطت الحكومة القانون بأمور أخرى، إذ قررت في الوقت نفسه تسريع عمليات الترحيل، وتناقش الآن قانون لجوء موحدا لأوروبا للحد من أعداد من يستطيعون الوصول إلى هنا رغم تعرضهم للخطر وحاجتهم إلى المساعدة. وبموجب القانون الجديد سيتاح لنحو 12 مليون أجنبي يقيمون في ألمانيا التقدم للحصول على جنسيتها، الأمر الذي سيحدث أزمة في دوائر التجنيس التي تعاني أصلاً من ضغط في الملفات وقلة في الموظفين، ولن تستطيع الاستجابة لسيل الطلبات الذي سيتدفق إليها بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ في نيسان القادم. مدينة بوخم عدد سكانها تقريبا 350,000 400,000 أو أكثر شوي، فقديش لح من أصل هدول 10,000 أو 8,000 دوارة اللي على جنب قاعدين، 4 موظفين عجزوا عنهم فزادوهم ل 12، فما بالك هلا بآلاف رح تزيد، فكم موظف وهل قادرة البلديات على تأمين هذا الكلام؟ وهل في آلية أساسا طرحتها الحكومة للتعامل مع هي الأعداد الضخمة؟ فما في أجوبة بصراحة، لكن ممكن يكون هذا الكلام مفيد على المدى البعيد، يعني على مدى 2-3 سنين ما يعني أغلب الناس اللي شفناهم هون صراحة ما كانوا متفائلين، لأنه أنا إذا تخفضت المدة من 8 سنين ل5 سنين بس بنفس الوقت أنا مضطر أستنى 3 سنين ليبت بالطلب تبعي، فوقفت 8 سنين هي. السوريون في ألمانيا والذين حققوا مؤخراً أعلى نسب تجنيس في البلاد سيستفيدون بشكل خاص من بندي المدة والمواليد الجدد في القانون الجديد، لكنهم قد يتضررون في الأشهر وربما السنوات الأولى من تطبيقه من جراء الضغط الكبير الذي سيحدثه وسيؤدي إلى تأخر البت بطلبات تجنيسهم. رغم التشكيك بقدرة الحكومة على الوفاء بوعدها بجعل مدة دراسة طلبات التجنيس أقصر، وأيًا كانت المشكلات التي سترافق بداية تطبيق قانونها، إلا أنه سيسهل حياة ملايين الأجانب المقيمين في ألمانيا ويمنحهم حياة وهوية جديدة. بشير أحمد، تلفزيون سوريا، إسن، ألمانيا. أعلنت السلطات الألمانية الاثنين إلغاء الدفع النقدي لطالب اللجوء في البلاد والاستعاضة عنه ببطاقة إنفاق، وذلك ضمن مشروع تجريبي أطلقته الحكومة. وقالت وسائل إعلامية إنه بحسب المشروع التجريبي الذي بدأ في مدينة غريس بولاية تورينغن الألمانية وامتد إلى ولايات أخرى، سيحصل طالبو اللجوء على مبلغ يتراوح بين 100 و150 يورو شهريا كمصروف جيب، ويتم تحويل باقي المساعدات إلى بطاقة الإنفاق المسجلة بإسمائهم. وتهدف هذه الخطوة إلى منع طالبي اللجوء من تحويل الأموال إلى الخارج أو إنفاقها في الرفاهية والإسراف غير الضروري، وذلك وفقا لما تم نقله. ينضم لنا بشر أحمد، مراسل تلفزيون سوريا من إسن بألمانيا. أهلا بشر، ما الهدف بداية من تسهيل قانون الحصول على الجنسية الألمانية،
أهم بند هو إلغاء شرط أن يكون الشخص مزدوج الجنسية. نعم، هذا كان وعد انتخابي للائتلاف الحكومي الحالي قبل عامين، أطلقه قبل تشكيل الحكومة وبالفعل أوفى به الآن رغم أنه تأخر، يعني كان متوقع أن يصدر العام الفائت، تأخر قليلا لكنه صدر في النهاية. والهدف طبعا هو منح ملايين الأجانب الذين يقيمون في ألمانيا وبعضهم ولد في ألمانيا ولم يحصل على جنسيتها لأنه لا يريد التخلي عن جنسيته الأم، منح كل هؤلاء الجنسية الألمانية كونهم يعيشون في البلاد ويعملون فيها ومستقرين وقد اندمجوا في المجتمع وسوق العمل فيها. بالتالي يعني يعيش في ألمانيا نحو 12 مليون أجنبي لا يحملون جنسية ألمانية، 7 مليون منهم يقيمون في ألمانيا لفترة تجاوزت 10 سنوات. هذه الأرقام الكبيرة حقيقة الآن بإمكانها أن تقدم الحصول على الجنسية، ولكن بالمقابل ستسبب أزمة، أزمة كبيرة على دوائر التجنيس. إلى الآن لا يوجد خطط واضحة لدى الحكومة، وعدت الحكومة نعم بأن يعني تسهل الإجراءات بحيث يتم دراسة الطلبات والبت بها خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر، لكن هذا يعني بحسب مراقبين لن يحدث ولا يمكن أن يحدث بآلية العمل الحالية وبعدد الموظفين الحالي. هناك نقص كبير بالموظفين في دوائر التجنيس، أيضا الآلية التي تعمل بها دوائر التجنيس حاليا يعني فيها الكثير من البيروقراطية، وطلبات التجنيس في بعض المدن لا سيما المدن الكبيرة تستغرق مدة تصل إلى 3 سنوات أحيانا وربما أكثر. فيما يتعلق بالنسبة لطالبي اللجوء الآن، لو انتقلنا إلى النقطة الثانية، ما هو سبب إلغاء الدفع النقدي لطالبي اللجوء في البلاد والاستعاضة عنه ببطاقة إنفاق؟ تشويش، يعني هي عملية تشويش فقط ورد على موجة صعود اليمين واليمين المتطرف في ألمانيا. الحكومة الحالية يعني تحاول أن تتماشى مع المطالبات من المجتمع الألماني الذي يعني صوت باستطلاعات الرأي، طبعا صوت لليمين المتطرف ممثلا بحزب البديل، صوت له بحيث جعله الحزب الثاني في ألمانيا. بالتالي تحاول الحكومة أن تستجيب لهذه هذا الخطاب من خلال بعض القوانين التي يعني يمكن وصفها بغير منطقية. يعني طالب اللجوء أو يمر بثلاث مراحل في ألمانيا بعد وصوله. المرحلة الأولى هي مرحلة طالب اللجوء، يحصل فيها على مساعدات عينية وهي الوجبات بشكل رئيسي في الكامب الذي يقيم فيه، بالإضافة لمصروف جيب لا يتعدى 150-160 يورو شهريا، وهذا مبلغ زهيد جدا. في بعض الكامبات، هذه الحالة العامة، في بعض الكامبات لا تقدم هذه الوجبات، بالتالي يدفع نقدا للاجئين لكي يقومون بالطهي أو بشراء طعامهم من الأسواق. الآن يعني هذه المبالغ حتى لا تكفي للطعام، نحن نتحدث عن 400 يورو بشكل وسطي وربما أقل في حالات المتزوجين وأقل في حالات الأطفال، بالتالي هي لا تكفي حتى للطعام بالحد الأدنى. شكرا بشكل. الآن تحول ذات المبلغ من إلى البطاقة، مبلغ نقدي إلى بطاقة يتم العمل بها مع مصروف جيف يعني بين 100-150 يورو. شكرا لك بشر أحمد، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من SNB ألمانيا. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة لم الشمل لليوم، في أمان.